السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سوف نستعرض أشهر الفريم وركس لإنشاء تطبيق الموبايل. عشان ننشئ تطبيق الموبايل في مسارين، في مسار اللي هو النيتف وفي مسار اللي هو هايبر أو تطبيق الهجين باللغة العربية. النيتف في الأندرويد بنستخدم لغة الجافا كشيء أساسي أو الكوتلين في الفترة الأخيرة. في بالنسبة للآيفون أو الآي أو إس بنستخدم لغة سويفت. في التطبيقات الهايبر حقيقة كل لغة موجود فيها فريم ورك لإنشاء تطبيق هايبرد. أولا عندنا وليكن لغة جوجل أخيرا أصدرت فلاتر لإنشاء تطبيقات للأي أو إس أو الأندرويد أو الويندوز. مبدئيا عشان ننشئ تطبيق للأي أو إس شرط وجود ماك أو جهاز من أبل اللي هو الماك. عشان ننشئ تطبيق للأندرويد مش شرط يكون فيه ماك، ولكن يكفي وجود ويندوز بي سي. ولكن عشان ننشئ تطبيق للاي او اس او للايفون شرط وجود ماك، ولو في ماك ممكن ننشئ تطبيق منه للايفون او للاندرويد. طب نستكمل الكلام. البايثون يوفر فريم ورك وهي الكيفي. الكيفي طبعا عشان ننشئ برضه تطبيق ممكن نستخدم الكيفي، ممكن ننشئ تطبيق للاندرويد او للايفون او للويندوز او للبي سي او لل عدة فريم ورك كثيرة يعني. أيضا مايكروسوفت وفرت لنا تول أو فريم ورك مميزة جدا وهي زامرين. استخدام زامرين ممكن ينشئ تطبيق للموبايل سواء أندرويد أو أيفون باستخدام السي شارب أو دوت نت. طب لو كان لو ويب ديفلوبر أيضا ممكن يستخدم عدة تولز أو فريم ورك كثيرة جدا، منها الرياكت نيتف أو أيضا منها الايونيك وايضا منها السينيتشا تاتش وفي جي كوري موبايل والفريم ورك 7. اذا عشان ننشئ تطبيق للموبايل سواء اندرويد او ايفون في عده تولز منها الايونيك او رياكت نيتف او سينيتشا تاتش او جي كوري موبايل او فريم ورك 7. دولت اشهر فريم ورك تستخدم في انشاء تطبيقات الموبايل. بالايونيك من اشهرهم. الفرق بين الايونيك والرياكت نيتف ان الرياكت نيتف بتستعمل هاردوير بطريقه سهله، يعني بنوصل سواء الساوند او الكاميرا في الفون بطريقه اسهل. لكن في الايونيك بنستخدم بريدج اللي هو الكوردوفا عشان نوصل لمميزات الهاتف الهاردوير سواء كان الميكروفون او الكاميرا. دي كانت ببساطة استعراض لأشهر الفريم ورك لإنشاء تطبيق الموبايل، وهضع بالتفصيل كل رابط للفريم ورك في الوصف. وفي الدرس القادم إن شاء الله هنشرح مميزات كل فريم ورك على حدة.